بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من بين الحقوق التي يتحدث عنها الإمام زين العابدين عليه السلام حق الصلاة. ما هو حق الصلاة؟ كيف تكون حالتك عندما تصلي؟ هل الصلاة مجرد حركة تتحرك بها لتكبر وتقرأ وتركع وتسجد وتتشهد وينتهي كل شيء، أو أن الصلاة هي عبادة تغير لك كل كيانك في داخل نفسك وفي طريقتك في وضع أعضائك؟ يقول الإمام سلام الله عليه: فأما حق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك قائم بين يدي الله. يعني لابد الفكرة التي تحملها في معنى الصلاة هي أنها زيارة إلى الله. يعني الإنسان عندما يصلي فهو في مقام الوفادة إلى الله والزيارة له، لأن الزيارة لله تختلف عن زيارة غيره من المخلوقين، والوفادة إليه تختلف عن الوفادة إلى المخلوقين، لأن الله ليس في مكان، هو فوق المكان وفوق الزمان. فالزيارة إليه هي زيارة إلى مقام ربوبيته وإلى أفق ألوهيته وإلى ما يتمثله الإنسان في عبوديته له، في سمو موقعه، في سمو ذاته ورفعة مقامه. وفي بعض الأحاديث إنها معراج روح المؤمن إلى الله، بحيث أن الصلاة تمثل حالة العروج الروحي إلى الله. كيف النبي صلى الله عليه وآله عرج إلى الله بروحه وجسده؟ الإنسان المؤمن في كل صلاة يصليها، سواء كانت صلاة واجبة أو صلاة مستحبة، هو عندما يصلي فإن روحه تصعد وتصعد لتلتقي بالله، لتخاطب الله كما لو كانت جالسة عنده. وهذا هو معنى القرب إلى الله. يعني لأن القرب إلى الله ليس قربا مكانيا، بل هو قرب روحي. وعندما تقول أصلي قربة إلى الله، يعني لأصلي لأكون قريبا إلى الله بعقلي، فيكون عقلي عقل الحق، وبقلبي ليكون قلبي قلب الخير، وبحياتي لتكون حياتي
حياة الطاعة، هذا المعنى. لذلك يكون يتمثل هالمعنى الإنسان، كيف واحد زائر يريد يروح يزور شخص، أنت في صلاتك تزور ربك وتفد على ربك، فكيف يكون حالك في مثل هذه الحالة؟ أن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك قائم بين يدي الله، بحيث أنك أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه كما يخاطب الشخص الواقف بين يدي شخص يخاطب ذلك الشخص. وقد ورد أن أحد الأئمة وينسب ذلك إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، أنه كان إذا بدأ الوضوء خشع وارتجف وارتعش بدنه، فيقال له لما ذلك؟ فيقولون أتدرون بين يدي من أقف؟ أنا مستعد من خلال الوضوء لأن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الرب العظيم الجبار الخالق الرازق، فأنا جاء أستعد. كيف هلا؟ كأنه يريد أن يقول لهم كيف تكون حالتكم النفسية عندما تستعدون للوقوف أمام شخص عظيم من عظمائكم، متى تندم حالك ترتب وتشوف كلماتك اللي تتكلمها، تختار الكلمة المعبرة أنك ما تغلط فيها، وهكذا كذلك الإنسان عندما يقف بين يدي الله عليه أن يستعد استعدادا نفسيا، هيئ نفسه. وهذا المعنى أنه حتى يشعر أنه واقف بين يدي الله. وهذا المعنى ربما نفهم أيها الأحبة من مسألة أن الأذان والإقامة هما مقدمة الصلاة، والمقصود ولعل المقصود من الأذان والإقامة هو تهيئة الجو النفسي لدخول في الصلاة، لأنه الآن أنت لما تأذن أو تقيم بدك تبدأ تقول الله أكبر، معناه أن تشعر بأن الله هو الأكبر من كل شيء، يعني تفتح أفق تفكيرك لكل العظماء والكبار في العالم، فلان كبير فلان كبير فلان كبير، بس الله أكبر، فتشعر بأنك تقف أمام الأكبر الذي ليس هناك شيء يوازيه أو يعادله، لا شبيه له يشاكله. أيضا عندما تنطلق تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تحاول أن تعترف أمام نفسك وأمام الناس من حولك وأمام الله أنك تشهد لله بالوحدانية، أنه لا رب غيره ولا إله سواه، وأن كل مخلوق كل موجود فهو مربوب له ومألوه له ومخلوق له. عند ذلك يسقط كل الذين يتصرف الناس معهم كما لو كانوا آلهة يطاعون ويخضعون لهم ويخضع لهم
كلهم يسقطوا أمامك. الله وحده هو الإله الذي هو إله لكل الناس. منقول سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هو ملك كل ملك، ورب كل مربوب، وإله كل مألوه. ثم تنتقل بعد ذلك، ثم لاحظ تكرر هالشيء مرتين حتى تأكدوا في نفسك. ثم بعد ذلك تشهد للنبي بالرسالة حتى تشعر في نفسك بأنك تعترف بأن هذا النبي المرسل جاء برسالة من الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فتشعر أنك أنت عليك، إذا كنت تشهد أنك رسول، أنه رسول الله، فإن عليك أن تجعل كل حياتك في خط الرسالة. معناه أنه جاء برسالة يبلغك فيها ما يريده الله منك أن تفعله، ما يريد الله منك أن تفعله، وما يريد الله أن تتركه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندك حرية بعد. فبعد أنت لما تشهد للنبي بالرسالة بعد شهادتك لله بالوحدانية، فأنت معنى ذلك تقول أنا بعد مش حر أعمل مثل ما بدي، لا، أنا لازم أتقيد بطاعة الله في خط رسالة رسول الله. إذا أردت أن تكون الناجح عند ربك والمفلح عند ربك، فعليك أن تقبل على الصلاح لأن فيها الفلاح. حي على خير العمل، أيضاً المقصود من خير العمل الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، فهي خير العمل. وأي عمل أفضل من أن تقف بين يدي ربك لتشهد ربك على أنك عبد مخلص في عبوديته له، ولتشهد ربك على أنه لا كلمة لك غير كلمته، ولا دين غير دينه، ولا شريعة غير شريعته. هذا الموقف. وإنما كانت الصلاة عمود الدين لأنه أساساً الدين كله مرتكز على شو؟ الدين مرتكز على أساس الاعتقاد بالله. والصلاة دورها هي أن تجعلك تشعر بحضور الله في كل حياتك، لأنه الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ما بنشوفه، ليس كمثله شيء. فإذا كيف نحس بوجود الله؟ كيف نحس بحضور الله؟ كيف نحس بمراقبة الله لنا في سرنا وعلانيتنا؟ هذا كله تهيئة الصلاة. لأنك أنت الآن عندما يصبح الصباح يأذن المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، فتقوم من نومتك وتشعر
بأن الله يناديك أن تقف بين يديه، وأن الله يناديك أن أول مقابلة في يومك هذا كنت قابله هو. وهذه المقابلة بها معنى، هاي تعمل لك منهج يومك، يعني كيف بده يكون الطابع الروحي والطابع العملي ليومك. كيف يعني؟ خلينا نفهمها. أنت الآن لما تجي تصلي صلاة الصبح، أول شيء النية، روح العمل النية. شو هي النية؟ النية طبعاً مش ضروري تحكيها بلسانك، بقلبك. أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله، يعني أنا أريد أصلي هذه الصلاة لا لأني أحصل على مال من وراها ولا لطمع، ولكن أصلي لأكون قريباً من الله، حتى أكون قريب من الله، حتى لا أكون بعيداً عن الله سبحانه وتعالى. هاي نية، خلينا نفسرها هذه تفسير. بأي شيء يكون الإنسان قريباً إلى الله؟ إن الإنسان يكون قريباً إلى الله بطاعته لله، هذا هو ما يقرب. ليس بين الله وبين أحد قرابة، حتى الأنبياء، الله هو خالق الكل، الله لم يلد قرابة. منين تجي؟ إما أنه من جهة من ولدك، خيك، أيضا عمك وخالك إلى آخره، أو من ولدته. الله لم يلد ولم يولد، فقرابة ما في، فهو خالق الكل. فالعباد في خلق الله لهم متساوون، خالق كل شيء، رب العالمين. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما يروى من خطبه: أيها الناس، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه شيء يدفع به عنه شراً أو يجلب به خيراً إلا العمل ولو عصيت لهويت. العمل، فمعنى أن أكون قريباً من الله يعني أنا سأجعل أعمالي في هذا اليوم كلها أعمال طاعة لله. لا آكل حراماً، لا أشرب حراماً، لا آخذ مالاً حراماً، لا أمارس شهوة حراماً، لا ألعب لعباً حراماً، لا أنظر نظرة حراماً، لا أسمع شيئاً حراماً، وهكذا. لا أتصرف بيدي أي شيء حرام، لا أمشي برجلي إلى حرام، هذا معنى. وأن أؤدي الواجبات اللي الله أوجبها علي، لأنه في واجب وفي حرام، هذا معنى. أصلي قربة لله يعني إنك تعطي الله بنيتك هذه عهداً على نفسك بأن تكون أعمالك في هذا اليوم مقربة إلى الله وليست مبعدة عنه.
هذا معنى ولا هيك خبط لزق يعني النية؟ لا مش هيك، عهد ميثاق. صليت رحت لشغلك، وعادة الشغل ينسينا ربنا، يندمج بالعمل، يحكي على هذا، بسب هذا، بمعاملة قد تكون حرام معاملة حلال، وهكذا ويغرق مع الشيطان. وكنا نخوض مع الخائضين، نمشي بالوحلة، وحلة الناس، لأن الإنسان لما يعيش مع الناس فإنه قد يشغلونه عن ربه. هذه وكنا نخوض مع الخائضين، هاي أحد كلمات اللي دخلوا النار قولوا هالشيء هذا المعنى. فإنسان يشغل عن ربه بذلك ويندمج بالجو الاجتماعي ويوصل ويأذن المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وينتبه مثل واحد كيف الطلاب لما يكونوا بالمدرسة وبالملعب، هذا بيلعب وهذا يضرب هذا وهذا وهكذا، بس يدق الجرس الكل المفروض يجوا يدخلوا الصف، مش هيك؟ أيضا بس الأذان هو دقة الجرس. أيها الناس لا تنسوا ربكم، الله أكبر، ونجي للصلاة من جديد، يقول له يا ربي ترى احنا نسينا وأخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، احنا نتوب إليك من جديد يا ربي، بدنا نكون قريبين إليك. تجي نية صلاة الظهر أيضا هالمعنى، والله يقول لك إذا تبت يتوب الله عليك، بالكلام بجر الكلام. ألا بعد ما نخلص من هذا حدثكم عن قصة إبليس ومؤتمره. أيضا كان الأفضل هو التفريق بين الصلاتين، يعني صلاة الظهر بوقت وصلاة العصر بوقت، ولكن هو احنا يجوز لنا الجمع بين الصلاتين، لأن رسول الله كان يجمع وكان يفرق في غير سفر وفي غير مطر وفي غير ضرورة، واعتبار الجمع بين الصلاتين أسهل، والشيعة درجوا عليها، وإلا الأفضل التفريق بين الصلاتين. بس مشت. هلأ الواحد إذا يعني شوي يقول الناس تعالوا خلنا نصلي صلاة الظهر لحاله كذا، يقولوا خلاص شوفوا خرجنا عن التشيع، مش هيك؟ سهلة. لا، حتى العلماء يقولوا الصلاة لها وقت فضيلة، فضيلة وقت الظهر شكل وقت العصر شكل آخر، إذا استطاع الإنسان يفرق أحسن وأفضل. بس مشت، صارت مثل عادة. وإحنا أيضا يعني في عقلية صارت كل ما أمكن نفرق بين المسلمين أكثر ونخليهم هن شيء وإحنا شيء، حتى لو عندنا فتاوى تتفق مع ما عندهم كما بعض المجتهدين الآن، مع ذلك ما بيقبلوا. يعني مثلا في هناك الآن معروف احنا عندنا ما واحد ما بيصلي المغرب وما يفطر إلا لما تذهب الحمرة المشرقية، مش هيك أو لا؟ المعروف هيك، مع أنه في كثير من الفتاوى احنا نفتي. كان السيد الخوئي رحمه الله والسيد محسن الحكيم علماء كثيرين أن الغروب سقوط القرص، يعني مثل جماعة ما في فرق. بس هلا اذا واحد يقول قل لك صرت سني انت، مش هيك او لا؟ يا عم كثير من علماء الشيعة هيك. يعني لو فرضنا واحد كان بحسب راينا وفتوانا معزوم مكان ويفطروا عند سقوط القرص، او وحده متزوجه واحد مش شيعي، اجى وقت الافطار لبك بتلبك هول النسوان اللي متزوجين سنه، يبدكم هذا شرعاً لو فرضنا أفطرت وقت إفطار وإفطارها صحيح،
والصلاة صحيحة، بس ما حدا عصبية هي هتسويها. مهم. فأيضا صلوا الظهر، إجا وقت صلاة العصر أيضا نفس الشيء، بين الظهر والعصر يصير في معاصي، تجي الصلاة الثانية تذكرنا بالله. المغرب كذلك تذكرنا بالله. يجي صلاة أيضا بين المغرب وبين العشاء إذا فرقنا بيناتهم، وهكذا. فالصلاة هي هل ولا ليش صلاة واحدة؟ شو هلا بك بعض الناس يقول لك أنه خمس صلوات لشو؟ صلاة واحدة كافية. لا، الله بده يحزمنا بحزام. كيف إذا فلت الحزام منك؟ هلا أنت متحزم ليش؟ حتى تجمع بالحزام، أما أنه تحتاجه للضغط على جسمك، أو بدك تجمع ثيابك إذا كانت تحتاج إلى حزام حتى ما تفلت. كل ما يرخي الحزام بدك تشده، مش هيك؟ هلا إذا كان رخي الحزام هم هيك. أنت الآن أول ما تتحزم بصلاة الصبح، من الصبح للظهر بس يرخي الحزام، الحزام اللي يحزمك عن معصية الله. بس لما نعصي الله ارتخى الحزام، تجي صلاة الظهر. أيضا بين الظهر والعصر كذلك، بين المغرب والعشاء كذلك، دائما بدك تشد حزامك. الصلاة الثانية بالشد الحزام اللي بيرتخي قبل ما تجي الصلاة الثانية. هيك. وهذه قيمة الصلاة، هذه أن الصلاة تحررك من ذنوبك. الصلاة تمثل توبة، الصلاة الثانية توبة لما قبلها. وقد ورد في الحديث: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه شو تفسيرها؟ أن المراد من الحسنات الصلوات، الصلاة، أنه السيء اللي قبل الصلاة تذهبها الصلاة، لأن يعني الصلاة تمثل رجوع إلى الله وتوبة إلى الله وتلغي السيئة. يعني إن كل صلاة تلغي ما قبلها من السيئات. مش معناها تقول لك بعض الناس يقول لك أنه خلاص ليه إحنا نعمل السبعة وذمتها بس تجي الصلاة؟ لا، مش هيك. تلغيها لأنها توبة، والتوبة هي أن تندم على ما مضى وتعزم على أن لا تفعل، وإلا ما كنت تائب. توبة بها جانبين: جانب ندم على الماضي، وعزم على التغيير في المستقبل على خلاف الماضي. ولذا هذا ما بصير تجرئ الناس على المعصية. هون بس نزلت، عندما نزلت هذه الآية كما يروى عن الأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، صار إبليس في حالة طوارئ. جمع مؤتمر كل جنوده، قال لهم تعالوا هذه صارت عندنا مشكلة جديدة، إحنا نحن نظل مع الإنسان حتى نوقعه في المعصية، نخلي الإنسان يستهين بالصلاة. عندي ناس، عندي شغل بكرة أقضيها، أو بكرة بوصي فيها الورثة، هني بوصي بفلوس وبكرة يأدوا الصلاة. مش بعض الناس هيك؟ وصينا بعشرين سنة الصلاة، ثلاثين سنة. قال أنت لها، عم يشتغل بينا هيك، مش هيك؟ وإذا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا محنك الوسواس الخناس، بيفهم الإنسان من جوا، شغله من جوا مش من برا. الذي يوسوس في صدور الناس، هذا كن فكر فيه. إحنا هذا بعض الحديث عن الصلاة، وللكلام بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.